أهلاً وسهلاً. اليوم بدنا نحكي عن العقاب. كثير من الأسر بتعتقد أنه العقاب هو أنجح وسيلة للتعامل مع سلوكيات الأطفال، ولكن هذه المقولة مخطوة، لأنه العقاب له كثير سلبيات. في إجماع كبير ما بين التربويين والأخصائيين النفسيين على خطورة استخدام هذا الأسلوب. فهذا الإجماع ما أجا من فراغ، أجا بناء على دراسات وأبحاث أثبتت أنه العقاب البدني، تحديداً البدني، هو شكل سلبي من أشكال التعامل مع سلوكيات الأطفال. أسباب هذا الشيء: أولاً، العقاب ما بيعلم الطفل سلوك جديد، وإنما بيوقف السلوك في اللحظة، بمعنى أنه الطفل متى ما رفعت عنه العقوبة أو ابتعد الشخص اللي عاقبه فهو رح يرجع يؤدي نفس السلوك الخاطئ. نقطة ثانية من سلبيات العقاب اللي هي أنه الجسم بعد فترة بيرفع شدة التحمل للألم، فبعد فترة بصير الطفل العقاب الصفعة البسيطة ما بتجيب معاه نتيجة، فبضطر المعاقب أنه يزيد من حدة العقاب، وهون ممكن نروح ناحية العقاب الجسدي المبرح، وهذا أكيد مش شكل من الأشكال اللي إحنا كآباء وكأمهات بنحب أنه نتعامل فيه مع أولادنا. الشيء الآخر بالنسبة للعقاب أنه العقاب بيزيد دائرة العنف، بمعنى أنه إحنا لما نستخدم العقاب الجسدي مع أطفالنا لوقف السلوك، إحنا بنوجه لهم رسالة أنه في حال أنت أحد وجه لك سلوك ما كنت راضي عنه، بتستطيع أنك تستخدم القوة الجسدية لإيقاف هذا السلوك، وبهذا إحنا بنشجع أطفالنا على العنف وأنهم يتعاملوا بطريقة عنيفة مع أصدقائهم في المراحل اللاحقة من حياتهم، ولاحقا لما يصيروا آباء وأمهات بيستخدموا هذه الطريقة في إدارة سلوك أطفالهم. سلبيات العقاب بتمتد لأنها تخلي الطفل كمان يتصرف بطريقة غير مقبولة جديدة، يعني ما بكفي السلوك الخطأ اللي اقترفه، ولكن لما بيكون الطفل عنده إدراك أو قناعة بأنه سوف يصفى أو يركل نتيجة سلوك معين أداه، رح يختلق أعذار قد تصل إلى حد الكذب علشان يهرب من العقوبة. فبالتالي إحنا هيك صار عندنا سلوكيين سلبيين، اللي هم السلوك الخطأ اللي سواه الطفل، وأيضاً الاختلاق الأعذار أو الكذب عشان التملص من الموقف. السلبية الأخرى اللي هي من سلبيات العقاب واللي أثبتتها الدراسات، إنه الضرب أو الإيذاء الجسدي للطفل للحد من سلوكياته بيأثر على تطوره الإدراكي، بمعنى إنه بيخلي الطفل تلقي للمعلومات يصير أبطأ، ذكائه يصير أقل. هذا بالإضافة إلى إنه أسلوب اللي بنربي عليه أبنائنا في الصغر هو تقريباً ذات الأسلوب اللي سوف ينتهجوه مع أولادهم في الكبر، والضرب يصنف إنه إساءة معاملة، والآن إحنا اللي بنزرعه في الطفل رح نحصده فيه لما بيكبر. فبالتالي هذا الطفل اللي يعنف ويضرب بالأغلب لما يكبر رح يستخدم الضرب كوسيلة لتربية أولاده وتوجيه سلوكياتهم، وهذا بيوسع دائرة العنف في المجتمع.